صباح الخير يا جماعة، النهاردة عايزين نتكلم على فيلم الجوكر. أنا لسه ما شفتوش، هروح أشوفه كمان شوية وأقول إيه وهقول رأيي فيه بالظبط يعني. طيب، في هنا خبر بيقول إن آلاف المشاهدين يروون تجربتهم المخيفة مع فيلم الجوكر، جنون وهروب من صالات العرض، وآخرون يطالبون بوقف. طبعا الفيلم لما اتعرض في امريكا حصل جدال عليه كبير جدا، ان الفيلم بيتضمن مشاهد عنف ودراما ومشاكل نفسية والكلام ده. بس من الواضح ان اللي من المكتوب يعني، او الناس اللي شاهدت الفيلم، وده اللي هقول رأيي فيه بعد كده، من الواضح ان الفيلم ده بيتضمن مشاهد اكتر من اللي الناس توقعته، يعني مشاهد عنف جامدة جدا ومشاكل نفسية والكلام ده وسايكوباتية أكتر من المتوقع. في عدد من صالات السينما يا جماعة في كاليفورنيا قفلت الفيلم. ليه؟ لأن جالها تهديدات إن الفيلم ده لازم يقف والكلام ده كله، جالها تهديدات من الناس يعني. واحد هنا من المشاهدين كتب تغريدة على تويتر قال: خرجت للتو من العرض السينمائي لفيلم جوكر، لقد كان شيئا مروعا، خاصة الطريقة التي تناول بها الفيلم العنف والأمراض النفسية. وكتب آخر: لم أصل إلى هذا الحد من التوتر من فترة طويلة جدا. يعني الناس مصدومة من الفيلم. وعلق آخر: لم أخرج من قبل من دار العرض قبل انتهاء الفيلم، إلا أنني كنت على وشك فعل ذلك في العرض السينمائي لفيلم الجوكر، وقمت بالفعل، لكن مشرف القاعة لم يسمح لي. يعني هو راجل كان عايز يمشي مثلا، يطلع بره، والمشرف قال له لا، أنت هتقعد تكمل الفيلم، ما فيش خروج. تمام. في واحد تاني كتب برضو: لولا انني شاهدت الفيلم مع صديق لي لكنت خرجت من دار العرض، وانا افكر في ضرورة اخبار ترامب بان يغلق فمه. مش فاهم صراحة. واعرب مشاهد عن غضبه من الفيلم قائلا: لقد تركت الفيلم في اثناء عرضه، امنعوا عرض هذا الفيلم فورا، انه يتلاعب بالعقل بطريقة سيكولوجية خطيرة. واوضح: كنت متعاطفا مع الجوكر في البداية حتى انقلبت أحداث الفيلم إلى الجنون. والله شوقتوني أتفرج على الفيلم يا جماعة. رد المخرج بتاع الفيلم وبطل العمل اللي عمل شخصية الجوكر اللي اتعرض يوم الأربع اللي فات: الأسلوب اللي اتبعه في التعبير عن العنف كان لابد منه، يعني هو عايز يغير من أسلوب العنف عن افلام الحركه. احنا بنشوف مثلا افلام الحركه فيها ضرب، فيها مسدسات، رشاشات، الكلام ده كله، هو عايز يغير فكره العنف بطريقه تانية يعني. في كلام كتير جدا عن الفيلم، والناس اللي عماله تقول ده فيه عنف جامد وفيه مشاكل نفسيه، وانت تطلع من الفيلم مريض نفسي، ولو عندك مشاكل نفسيه تطلع بقى مشاكل اكتر والكلام ده كله. بس انت مش عاجبك الفيلم متفرجش عليه. لو انت شايف ان الفيلم ده الوحيد اللي هيحرض عن على العنف والمشاكل والكلام ده كله وهيعمل مشاكل نفسية، فلا، الكلام ده كلام هبل يعني. يعني انا شايف ان في حاجات كتيرة قوي ممكن تخلي الواحد مريض نفسي وعنده عنف في غير فيلم للجوكر يعني. في افلام كتير قوي فيها عنف وضرب وقتل والكلام ده كله، حتى في الحقيقة بيحصل الكلام ده. سعادتك مش عاجبك الفيلم، غور في داهية، اتفرج على فيلم تاني، وما توجعش دماغ ابونا واللي خلفونا يعني. بطل شغل وفرافير بعد اذنكم يعني. طبعا يا جماعة رايحين نشوف دلوقتي فيلم الجوكر عشان نقول رأيي ايه فيه بالظبط. ان الامن مستتب هنا. نزلت ان الامن مستتب. انت هتنزل الفيديو ده واصحابك هيشوفوه وكلام من ده؟ طبعا معانا هتهزر تنزل الفيديو ده؟ معانا مستر احمد. مستر الامن مستتب هنا يا جماعه. عايزين نشكر احمد طبعا على الشغل الرائع اللي عامله، والف شكر يا باشا. تمام، عشر شكرا. شكرا شكرا. اي حاجه الله يخليك. والله تعشر اي حاجه. خلاص والله. البس النضاره. طب كده انت بتقول ب5000 دي يا عم؟ عادي يا عم، مش مشكله. البس زي. لا والله يا حازك. البس بس، البس، كانت شكلها حلو عليك امبارح. بس البس بس يا عم، ناخد بس كريم شوت. الدنيا.
شكرا يا فندم، شكرا. نزل انت الكلام ده النهارده ان شاء الله، ربنا يستر باذن الله. عن صف النهارده طبعا يا جماعه، طبعا يا جماعه، احنا دلوقتي جوه السينما. Ah!